طيب انا معايا ست سفير، ناجي الغطريسي الغطريفي المساعد وزير الخارجيه الاسبق. ست سفير الاول صباح الخير. صباح الخير يا اخي، اهلا وسهلا بحضرتك. ست سفير، احنا بنتكلم النهارده عن هذا الاتهام اللي اتهمته قطر لمصر انها بتستغل عضويتها في مجلس الامن وبتستغل رئاستها للجنه مكافحه الارهاب بان احنا بنحاول نسيس الحكايه او نسيس الموضوع. هل في مجال لتصفيه حسابات في مثل هذه الامور، ولا لازم تبقى قدام المجتمع الدولي بيكون تقارير واضحه وتقارير مكتوبه ولها ادله في ارض الواقع؟ ايوه أنا متفق مع الكلام اللي بتقوله حضرتك ده تماما، و يمكنني أن أكون بضمير مستريح إن عدم اتخاذ خطوات قوية وواضحة وتوجيه خطاب للعالم إن إحنا يعني يجب إن إحنا يعني نفصل ما بين السياسة والدين. وانا عارف ان دي قضيه حساسه وقضيه قد تغضب الكثيرين، ولكن احنا واحده من اثنين، يا اما ان احنا نتدخل في علاقه العالم الخارجي والقوى الوطنيه المخلصه اللي بتدعو الى او تفتح السكه او الطريق امام الحريصين على مصلحة هذا الوطن. نعم. وأمن هذه المنطقة أنها فعلا تتخذ إجراء تشريعي تقوم به الدول المعنية والتي ما زالت. من وجهة نظر حضرتك إيه الإجراء ده يا فندم؟ يعني إيه اللي المفروض الدول أو المجتمع الدولي دلوقتي يعمله علشان يواجه ظاهرة دعم الإرهاب؟ يعني ممكن دعوة إلى مؤتمر دولي يحضره الخبراء، أو ما هو قد يكون الدعوة إن هم خبراء لكن لا تتأكد إن هم يعني لهم مصداقية لدى الشارع المصري والمجتمع الدولي، بحيث ان ما يأمر به او ما يقول به المنطق وما يقول به ما تقول به الدول التي تعمل على حفاظ على امن واستقرار الامان، ضروره انها تكون مشاركة في هذا. يعني لا يمكن ان احنا نقول عايزين قضية دولية وعايزين نعالجها على مستوى دول صغيرة. صحيح، فعليك بتقول ان لازم تبقى الدول التي تستطيع ان تحرك الامور لابد ان تكون مشاركة في مثل هذه المؤتمرات. ولكن السؤال هنا، الجانب القطري بيشتغل دلوقتي بالاموال اكتر، هل استطاعت الأموال أن تغير الواقع إلى حد ما لدى أو قناعة بعض هذه الدول بأن قطر لا تمول الإرهاب وهي قطر بتشتغل على كل المحاور؟ لا، أنا مش عايز أحدد حركتي في مواجهة الإرهاب بدولة معينة. يعني كلنا عارفين خلاص إن الناس الدول أعضاء في مجلس الأمن والدول التي تستطيع أن تؤثر في حركة المجتمع وتأمين أنفسها والتعامل بجدية مع استخدام الدين في المسائل أو في محاولة التعامل مع القضايا الحساسة. هذا لن يكون مؤتمرا ممكن ندعو إليه، إنما يعني نربط ما بين الأمن الوطني والأمن القومي لكل العالم اللي هم أعضاء في الأمم المتحدة. وانا الحقيقه استرتحت جدا او ارتحت وسعدت بالخطاب الذي القاه
زميلنا في الامم المتحده نعم في جمعيه عموميه، لان دي تبقى اول موقف ياخده المجتمع الدولي بشكل حاسم وواضح لمواجهه الارهاب. نعم، انا بشكرك طبعا جدا ست سفير على هذه المداخله.